أهلا بكم من جديد، أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفتنا لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية السورية سجا جعنة. تابع حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. والآن أدعوكم إلى وقفة مع الشعر. أشتاق وصلك يا بغداد فاقتربي، ماذا فعلت بقلب العاشق التعبي؟ يا نهر دجلة عيناها تذكرني بماء عينك، أنت الأصل في النسب. روحي هناك على أنغام ضحكتها تشدو وتمرح، يا للحب من لعبي. روحي هناك على أنغام ضحكتها تشتو وتمرح، يا للحب من لعبي. أشتاق وصلك حتى أستظل به، شمس ابتعادك تردي كل مقترب. بغداد ما عطشت روحي ليوم لقاء إلا كيومك، هات الكأس وانتخبي. كأنك الآن سر لا أبوح به، أخشى عليك كما أخشى على هدبي. كأنك الآن سر لا أبوح به، أخشى عليك كما أخشى على هدبي. أستمطر شعر حبات أغيث بها قلبي، أستمطر شعر حبات أغيث بها قلبي الذي بات من رياك قلب صبي. ما زلت أحتضن الأوراق محتفلا بيوم عيدك، أعلي راية الأدب بيوم عيدك، أعلي راية الأدب. أشتاق منك حكايات تمد يدا فيها بساط إلى عينيك يأخذ بي. أشتاق منك حكايات تمد يدا فيها بساط إلى عينيك يأخذ بي. إن العراق سليل المجد، إن العراق سليل المجد، حق له بين البلاد مسمى القائد العربي، حق له بين البلاد مسمى القائد العربي. بعد هذه الوقفة مع الشعر أدعوكم لمتابعة فقرة هذا كتابي. هذا هو ديواني 14 الذي أقوم بطباعته من دواوين الشعرية، أولها كان باسم شعر من 3 أجزاء هي صدى الوجدان وأشجان وفيض الخاطر. تلاه ديوان قصائد حميمة طبع بدعم من وزارة الثقافة الأردنية في عمان، وبعده تم إشهار ديواني باسم قصائد من الوجدان،
وتلاه ديوان أمير العاشقين، ثم ديوان في موكب الحب، وبعده ديوان همسات الروح، وبعده أنا في انتظار، ثم ديوان على كف الزمن، ثم ديوان أطلال الذكريات، ثم ديوان الحلم الضائع، وطباعة ونشر دار زهران للطباعة والنشر بمدينة عمان في الأردن. وفي هذا الديوان عيون المها أتحدث عن أربعة موضوعات أساسية تتمثل في الوطنيات والاجتماعيات والدينيات، ثم الغزليات التي تمثل ما نسبته 60% من محتويات دواوين الشعرية، لأنني أؤمن بأن الحب هو أسمى ما يمكن أن يتصف به الإنسان بدون تحديد لأي صفة عمرية، لأنه يعيش مع الإنسان طيلة حياته من المهدي إلى اللحم. وبدون الحب تبدو الحياة كئيبة، يائسة، بائسة، فقراء، جرداء، خاوية، فارغة من كل المعاني الإنسانية. والأشعار التي يتضمنها هذا الديوان تغوص في أعماق النفس البشرية وما يعتريها من مشاعر وأحاسيس إنسانية في أوقات الرضا والحب المجنح في أعلى تجلياته ومعانيه. يعبر عن الحياة المفعمة بالسعادة والبهجة والسرور، كما يرسم من جهة أخرى الحياة بكل ما فيها من هموم وأحزان، تلقي بثقلها على كاهل الإنسان أيا كان موقعه في معترك هذه الحياة. كما أنه لا يغفل القضايا الوطنية التي تلهب المشاعر والوجدان حلوها ومرها، وقد صيغت الأشعار الموجودة بين دفتيه بلغة عصرية حديثة على أوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي، لا ملل فيها ولا ضجر ولا سام ولا غموض ولا طلاسم، تعبر عن خلجات النفس ولواعج القلب، وعن الشوق والهيام وهمس المشاعر ونبل العواطف وحنايا الوجدان في هذا الكوكب المتلاطم بالأحداث التي فرضت نفسها في كثير من محطات هذا الديوان، الذي أرجو أن ينال الإعجاب والاستحسان لدى القارئ الكريم والتفاعل مع همسات مضمونه ومحتوى. ويطيب لي أن أذكر أيضا أن لدي 3 دواوين جديدة جاهزة للطباعة، هي بسمة أمل وحلاوة وضريبة الحب وشجر الروح. والله ولي التوفيق والسداد، وشكرا للمستمعين الكرام. بعد أن تابعنا فقرة هذا الكتاب أدعوكم لمتابعة هذا التقرير الثقافي. ضمن نشاطاته المتواصلة، أقام تجمع لون الورد الدولي معرضاً للفن التشكيلي المغربي في اسطنبول بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانات المغربيات، عبرن في أعمالهن عن دور الفن التشكيلي في رصد المشهد اليومي للحياة في المغرب. نحن هاي الدورة الأولى من السلسلة اللي نحن طرحناها هلأ مؤخراً، سلسلة المعارض الفردية والجماعية تحت رعاية لون الورد، فكانت هاي السلسلة الأولى ل 25 فنانة مغربية حبوا يجوا يعملوا هون المعرض تحت رعايتنا وتحت إشراف لون الورد، والحمد لله جابوا أعمالهم الأورجينال وشاركوا مثل ما لكم شايفين الأعمال كلهم مستوى عالي ومستوى رفيع. أهمية المعرض تتجسد في استقطاب شخصيات مهمة من المجتمع التركي، لا سيما الفنانون منهم، لأن هن مثلي رسامين وفنانين. وجيت للمعرض الحمد لله كويس، هذا المعرض فيه لوحات
جدا جميلة، أكثرهم جميلين، يعني بالفم ما يكون هذا خراب وهذا مليح، كله ملاح الحمد لله. في مودرن، في كلاسيك، في كل نوعية، وأنا عجبني هذا المعرض. تستهوين الرسم بالطريقة الطبيعية والحية، بس مؤخرا غيرت شوي الخط باعتبار أثرت علي الأحداث في بلدي اللي هو سوريا. صرت أميل لإظهار المعاناة والشيء اللي عم بتعاني بلدنا سوريا، وهذا الشيء ممكن مبين ببعض اللوح اللي أنا عم اشتغلتها. بعض الأعمال الفنية المشاركة في المعرض تميزت بمزج التطريزي بالرسم عبر استخدام الخيوط مع الألوان في اللوحة. بعد سنوات ديال الممارسه ديال فن التطريز في القماش وفي اللباس المغربي التقليدي، جاتني الفكره علاش ما ندمجش يعني جوج تقنيات، التطريز مع رسم مع وهكذا. كان مني انا يعني من تلقائي نجزت هذا العمل هذا اللي هو خاص بي انا. التجربه ديالي هو كنت يعني عندي هذه الموهبه منذ الصغر، ولكن ما كانش عندي الوقت الكافي لها مع حكم الاولاد والحياه الوظيفيه. فبعد التقاعد استطعت انني نعطيها الوقت الكافي، ومع يعني خديت يعني دروس في هذا الميدان هذا بحكم انني ما خرجت من مدرسة أكاديمية. طبعا شرف إلي أنه شاركت بهذا المعرض. طبعا أنا عراقية الجنسية بس ساكنة بالمغرب من 20 سنة يعني، فشاركت مع الفنانين وفخورة طبعا بالمشاركة بهذا المعرض. تنوعت التجارب المشاركة في المعرض، فمنها ما يتناول حالة شخصية خاصة، ومنها ما يتطرق للهم العام. حاول أن يعني أنطلق من الواقع، من الواقع، من الحياة التي نعيشها نحن كإنسان. أحب الطبيعة، يعني كل ما يجول حولنا. اقتصار المشاركة على العنصر النسوي لفت انتباه الحاضرين، وكان مبعث تساؤلنا. هن الوفد اللي حبوا يجوا هن بس نساء، وهي بما أنه بمناسبة يوم المرأة العالمي فلهيك يعني كان كله نساء، ولا نحن ما عندنا أي مشكلة إن كان ذكور أو نساء، أهلا وسهلا فيه. نورمالمون أنا كنت أنا صيدلية وكنت عندي موهبة ما كنتش عارفاها، ومني بديت أعطيت راسي لهاد الموهبة وصبت راسي بنت نحبها بزاف وعطتني واحد الحيوية كتير هذا، والحمد لله استمرت فيها وماشية كومبليتمون ماشية في هاد الطريق ديال الاستمرار. أنا جد فرحة لوجودي في هاد المدينة الجميلة التي أحبها كثيرا، وبالأخص ومعي لوحاتي ومعي فني. إذا لاحظت سترى بأن كل مشاركات كلهم نساء، فالنساء المغربيات نساء يعبرنا على ما بداخلهم، سواء بالرسم أو بالموسيقى أو بالأعمال المتعددة. دونك المرأة المغربية مرأة نشيطة جدا، وأظن أن العالم يعلم ذلك. في ختام المعرض حظي المشاركون بالتكريم الذي شارك فيه مجموعة من الشخصيات التركية المرموقة. مجيئكم إلى هنا أصبح آفاقنا طويل، ونأمل منكم التقرب بين الدولتين كفان في كل المجالات. أنتم نورتمونا. المعارض الفنية والفعاليات الأدبية التي تقام خارج أوطان المشاركين هي ضرورة للتلاقح الثقافي بين الشعوب، وبصمة يسجلها المبدعون في مسيرتهم الإبداعية. أهلا بكم من جديد. ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية سجى جعنة، درست الفنون التشكيلية والتطبيقية
في أكاديمية فتح محمد للفنون في حلب، أقامت عدة معارض المشغولات اليدوية ضمن فعاليات ثقافية مختلفة. قامت بافتتاح مركز لتعليم أساسيات الرسم والمنظور لتنظيم دورات للمبتدئين. اشتركت بعدة معارض يدوية مشتركة بالداخل والخارج التركي، تنتمي للعديد من الجمعيات التركية والعربية والأوروبية. قامت بتأسيس تجمع لون الورد الدولي في ولاية بورصة التركية. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا وسهلا سيدة زجاج، ضيفة على فضاءات وقناة الرافدين. الله يسلمك يا رب، الله يسلمك، شكرا كثير لكم ولقناة الرافدين. هاي ثاني مرة أنا بتستضيفوني ولي الشرف طبعا بالاستضافة عندكم، تحياتي لكم. حياك الله وفرصة سعيدة أن نلتقي بك مرة أخرى. الفنانة التشكيلية سجا السورية سجا جان، أهلا وسهلا. حياك الله. لك حضور فاعل في المشهد الثقافي والفني في تركيا، وما تفرغين من نشاط إلا لتشتغلي على نشاط آخر جديد. كان آخر هذه النشاطات هو معرض الفن التشكيلي المغربي الذي أقيم قبل أيام في إسطنبول. ودي أن أتحدث عن هذا المعرض. لا، نحن مؤخرا عملنا الدورة السادسة للون الورد ببهجي لإفلار، مركز نجيب فاضل كولتور مركزي، كانت بالشهر الثامن. وبعدين نحن بلشت الرسائل تجينا من الفنانين حابين مثلا يعملوا تحت رعايتنا معرض، يعني شافوا تجهيزنا للمعارض، أناقتنا بكل شيء، مثلا منقدم من قلبنا طبعا للفنانين. فلهيك من هون أجت فكرة أني نحن نعمل معارض فردية وجماعية للوفود اللي مثلا اللي حابين يعملوا تحت رعايتنا. وكانت هي الدورة الأولى لهي الفكرة يعني اللي تولدت، هي فنون المغرب في تركيا، اللي صارت يمكن من أسبوع أو 10 أيام. ففي عندي أنا سفيرة اسمها فاطمة سعيدة، بوجه لها من هون تحية. نعم. وشكر، هي فنانتنا القديرة وهي مصممة أزياء طبعا، معنا هي من أسرة لون الورد. نعم. فقالت لي مغربية يعني. مغربية طبعا، مغربية الأصل. قالت لي إنه في عندهم فنانين يعني حابين. نعم. يجوا يعملوا تحت رعاية لون الورد. نعم. معرض. فصار تم التواصل عن طريقة للفنانة فاطمة، بوجه لها مرة تانية تحية. وهذا الكفطان اللي أنا لابسته اليوم، جميل، هذا كفطان مغربي. هي طبعا بعتت لي هدية وبقول لها يسلموا إيديكي، وأنا تقديرا لها يعني اليوم لبسته على هذا اللقاء. جميل، إذن هي رسالة أنت. نعم. تقدمينها في من خلال هذا اللقاء. صحيح. أنك تلبسين القفطان المغربي طبعا، لكن ما زلت تعيشين أجواء المغرب. نعم. أنا لاحظت حقيقة في المعرض إنه أغلب المشاركات كنا نساء يعني عدا. نعم. رجل واحد وهو فنان عمر. نعم. يعني هو يعني هذا الأمر كان بقصدية فقط إنه يكون مخصص للنساء؟ لا أكيد لا. نعم. نحن ما عندنا مشكلة طبعا، ما في فرق، بس هو هيك يعني أجت الصدفة إنه. نعم. هنن الجروب من النساء حبوا يعني يشاركوا، وأجوا هنن لوحاتهم الأورجينال، جابوا معهم لوحاتهم، وتم نحن عنا تسهيل الأمور، نحن قدمنا لهم صالة. نعم. سهلنا لهم كل الأمور والتفاصيل لحتى شدوا أعمالهم، حتى ما يتعذبوا يجيبوها مجدودة. نعم. فالحمد لله تم كل شيء بفضل الله، يعني جهزنا ورتبنا وتم الافتتاح، ومثل ما حضرتكم شفتوا شاركتونا. يعني كان عدد كبير حقيقة من النساء، يمكن ربما أكثر من 15. نعم 20 يمكن فنانة. 19. نعم. كيف تم الانتقاء؟ يعني انتقاء يعني. نعم. هلأ نحن بشكل عام عنا بلون الورد لجنة تحكيم. نعم. عنا جروب نحن عاملينه على الواتس. طبعا لجنة تحكيم من كل بلد عنا دكتور أو بروفيسور يعني مستوى كتير رفيع بالفن التشكيلي. نعم. أو بالنحت أو بالخط العربي. فتم الانتقاء عن طريق اللجنة، وتم انتقاء هدول الفنانين اللي أجوا يعني شاركونا، وكانت أعمالهم قوية يعني، وكلهم فنانات. يعني هم بعثوا نماذج من أعمالهم. نعم. إلى التجمع، واللجنة أشرفت على هذه اللجنة أشرفت. هن مثلا عادة الفنان بيبعت عدة صور، فبيقول مثلا أنه أنا بأي عمل ممكن أشارك، فنحن يعني اللجنة هي بيتم اختيار الأعمال اللي راح تشارك. كان كل فنانة مشاركة بعملين أو أكثر. نعم. يعني لا يسمح لها بأكثر من عملين؟
هلا هي مو انه لا يسمح لها، بس نحن الاتفاق كان كذلك يعني. نعم. كل فنانة عملين يعني هو حتى القاعة تستوعب. نعم ماذا هو نحن المتعارف بكل معرض كل فنان بحق له عمل. نعم. حتى ما ياخذ دور غيره مثلا، لانه بكون عندنا كم كبير من الاعمال والمشاركين. مثلا مؤخرا بمعرض زهرة اسطنبول كان عندنا اكثر من 175 فنان، وكان 200 يمكن عمل يعني كانوا مشاركين، فكان عنا كتير كتير ضخامة بالمشاركين. فأنا ما استقبلت عملين لفنان أبدا، لأنه في كان عنا كتير هذا مشاركين. هذا المعرض أقيم بالقاعة نفسها التي أقيمت فيها المعرض الفناني بالمركز الثقافي نجيب فاضل كولتور مركزي ببهجلي إفلار، طبعا لا. تحت رعاية دكتور هاكان حضرته حضور. طيب ما طبيعة الأعمال التي شاركنا بها الفنانات؟ هلا هن الأعمال كانوا لمدارس متعددة، في كان عدة مدارس يعني. نحن ما منقول بالفنان يعني. نعم. أنا قلت بسبق بمقابلة سألوني ما منحب نقول بالفنان بقالب معين، إنه مثلا نحن بس شرطنا هيك أو هيك، لا لا يعني. نعم. نحن منعطي شوي الحرية الأريحية للفنان حتى يبدع. وممكن كل فنان، ومو ممكن أكيد يعني، كل فنان أسلوبه بيختلف عن الآخر. نعم. فنحن هاي هذا اللفيف اللي دائما بنشكله بهالمجموعة بهالباقة الورد هي اللي بتعطي الجمال. نعم. فهذا الجمال من اختلاف أعمالهم والمدارس الفنية اللي كل فنان بينتمي إلى. نعم. هذه أول مشاركة أو أول نشاط أو أول معرض أن يقام باسم دولة أخرى. تحت رعاية لون الورد. نعم. هلا نحن دائما معارضنا دوليه يعني. نعم. دائما ما يعني ولا مره ما كان عنا. انا اول ما ابتديت بلون الورد ابتديته بولايه بورصه طبعا، كان معي 8 دول. نعم. بعدين صاروا 13، بعدين صاروا عملنا معرض الكتروني انساني يعني اشتغلنا. نعم. عليه بفتره الكورونا والحظر من سنتين. هذا اول بدايه لون الورد. فكان معنا يمكن 23 دوله يعني، وكان في 500 مشارك. عملنا لهم العرض على صفحة لون الورد. نعم. بتدخل على الصفحة بتشوف كل فنان له فيديو، الفيديو هو مقطع بيحكي انه مثلا بيعبر، هو عم يرسم، هو عم يلقي رسالة انسانية للمجتمع. نعم. وعرض اعماله، ففعلا اشتغلنا عليه انا وفريق لون الورد شغل كتير. نعم. هذه المعارض التي. نعم. تتحدثين عنها كانت مشتركة يعني، مشتركة فنان كانوا مشاركين فيها من عدة دول يعني كلها، لكن هذا المعرض دول. كان مخصص فقط للفن للمغرب. المغربي. نعم. يعني هل هناك تجارب أخرى ممكن أن تعقب هذا طبعا الفن؟ أكيد يكون فن يعني عراقي مثلا طبعا. هلا نحن بصراحة أو كان في اتفاق نحن بمصري أو يعني طبعا أكيد باسم أسماء الدول العربية. طبعا في فنانة يمنية. نعم. فنانة يمنية هي مقيمة بنيويورك. نعم. وجه لها تحية من هون لسحار. فهي من أمس نحن كنا عم نشتغل على المعرض، وكانت هي تكون الافتتاحية لسلسلة المعارض الفردية والجماعية. نعم. بس اتفقنا أنا وياها أنه بعد رمضان، هي لظروف يعني لأسباب أنه ما قدرت، وقلنا بعد رمضان بيكون أروق شوي إن شاء الله، يمكن نعمله بالشهر الخامس أو السادس. نعم. إن شاء الله. كيف سيسمى هذا المعرض؟ كمان اسم اليمن؟ هو باسم هي حابة تعمله بقالب يمني يعني. نعم. نحن نعمل لها أشياء بنكهة يمنية يعني المعرض. هي فقط أم هناك؟ لا هي بس يمنيون أيضا سيشارك. لا هي بس. نعم. هي يعني معرض شخصي لهي الفنانة اليمنية. نعم. جميل، بالتوفيق. من اللافت حضور الفنان التشكيلي التركي أصمت يدي كارداش. نعم. وطبعا هو شرح لي هذا اللقب، قال السبعة أخوة. نعم. يدي كارداش. يدي كارداش. يدي سبعة. نعم. سبعة. كارداش هي. نعم. الأخوة. نعم. ماذا يشكل حضور هكذا فنان كبير في هذا المعرض؟ والله يعني ما بوصف لك فرحتي. نعم. وقت اللي شفته. طبعا هو دعاني أنا من فترة على افتتاح معرضه، عمله ب الصالون الملكي يعني. كما يقال جدا رائع. بس يعني أنا بصراحة يعني هو لأنه شفت يعني كبر سنه وتعبان وهيك، يعني ما توقعت أنه يتواجد معنا يلبي هاي الدعوة. بس كتب لي قال لي إن شاء الله أنه رح أجي. نعم. وفعلا جايته كتير كانت غالية يعني. هو يعني مو بس فنان تركي، هو فنان عالمي يعني. أنا. نعم. من زمان كنت أحلم أني أقابله أو أشوف أعماله. فعلا ما شاء الله يعني أنا وقت اللي حضرت معرضه يعني لا توصف. جميل. يعني فوق تفوق الروعة. كيف كان
كيف كان انطباعه عن المعرض؟ طبعا كتير حب الأعمال وكان هو معنا بالافتتاح، افتتح هو يعني المعرض، وكل فنانة كانت عم تشرح لنا كيف أعمالها والمدرسة اللي تنتمي إلها وإلى آخره. فهو فعلا لاحظت عجبه يعني كم عمل كتير. نعم. بس بشكل عام قال لي كلهم يعني طابع جميل وريشة جميلة. يعني هل هناك فكرة أنه ممكن أن يستضاف لديكم في معرض خاص به؟ أكيد. نعم إن شاء الله. أكيد يعني أبدأ موافقته في هذا. طبعا. نعم طبعا. فإن شاء الله بالأيام إن شاء الله يعني. وهلأ هو يعني وعدني بكل معرض رح. نعم. يعني هو عجبه شغلنا بلون الورد، عجبه تنسيقنا الأمور اللي نحن قدمناها التسهيلات، فقال لي إن شاء الله يعني بكل معرض بلون الورد أنا يعني رح أكون موجود وبإيدي أنا أكرم معك الفنانين. نعم نعم جميل. أنا طبعا يعني المعرض كما يعني قدمتوه باسم المغرب، يعني الفن التشكيلي المغربي، وقلت أنا طبعا حقيقة وسألت الأخ عمر الذي كان نعم. مشاركا وهو كان يبدو أنه هو مسؤول هذا الفريق. نعم. قلت لماذا يعني وجهت له السؤال نفسه الذي ذكرته قبل قليل لحضرتك، أنه لماذا فقط نساء المشاركات في هذا المعرض، وقلت هل أنه الفن التشكيلي المغربي فقط اقتصر على المرأة؟ يعني المرأة. أي متساءل، أي مطلع متابع سيسأل هذا السؤال. صحيح، حتى أنا سألت يعني كتير. نعم. قالوا لي يعني شو القصة بس نساء؟ نعم. فقلت لهم أنا نفس الجواب، لأنه أنا بعرف السبب يعني. نعم. أنه عندهم هذا، بس نحن بالنسبة للون الورد أكيد ما عندنا أي مشكلة يعني من. نعم. كل الدول ومن كل الجنسيات، وسواء ذكر أو أنثى ما عندنا أي مشكلة. ليس مشكلة أنه يكون الجنسيات أخرى، لكن أنه نحن نتحدث عن فن بلد معين. نعم. يعني هناك الجنسان، يعني الذكور والأنث، هناك فنانون وهناك فنانات. نعم. لكن لفت الانتباهي ولفت انتباه أيضا الحاضرين. انتباه طبعا. نعم. أنه كل الحاضرات وكل المشاركات هم من النساء ما عدا كنا الأخ عمر، ويبدو هو مسؤول هذا الفريق. نعم. فقط أنه كان ممكن أنه هناك يعني هل عرضت الفكرة أو هل عرضت الدعوة على فنانين مثلا رجال ولم يحضروا؟ يعني ودي أن هلا نحن عنا من قبل بلون. نعم. الورد عنا كتير فنانين مغاربة. نعم. يعني بس أنا تفاجأت أنه هون في عنا يوسف فنينو، فنان مبدع ومن الفئة الشابة. نعم. عنا وليام سفلة من. نعم. صبية هي. في عندي يعني كتير أسماء من المغرب مشاركين معنا من قبل. يعني بس هذا الفريق طبعا أول مرة بنتعامل معهم وأول مرة بنشارك معهم. نعم. الدول العربية الأخرى يعني هل تحركتم عليها مثلا مصر؟ طبعاً طبعاً. هلأ نحن أنا بصراحة يعني من يوم المعرض للآن. نعم. يمكن أجاني أكثر من 20 مسج يعني، حتى منهم من فلسطين، من العراق، من. نعم. الجزائر، كلهم حابين يعملوا نفس الفكرة. أنه يا معرض فردي يا معرض، وحتى سجلنا قائمة يعني نحن بقائمة أسماء. نعم. يعني بهذا الموضوع. معذرة سنكمل بعد الفاصل، معذرة فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفتي لهذه الحلقة الفنانة التشكيلية السورية سجا جان. أعود إليك ست سجا، كنا نتحدث عن المعرض الأخير الذي أقيم في إسطنبول، وهو طبعا بأحد نشاطات تجمع لون الورد. وكنا نتحدث عن ممكن أن تكرر هذه التجربة مع دول أخرى، وحضرتك قلت نعم هناك من فلسطين، من. نعم أكيد. من دول أخرى حابين أن يعملوا هذه الفكرة. هؤلاء الذين أبدوا استعدادهم المشاركة هم مقيمون في تركيا أم من خارج تركيا؟ طبعا خارج تركيا. نعم. هلأ عنا نحن بالنسبة للمقيمين بتركيا طبعا في ويعني من السهولة يعني أنه هن يعملوا معرض. نعم. معنا بالمشاركة يعني، حتى أغلبهم وقت اللي عملنا مؤخرا المعرض الدولي شاركوا وحضروا وجابوا لوحاتهم، لكن اللي برا هي فيها صعوبة. فهون هي اللزة تبع انه انت تجيب فنانين من برا وتقنعهم. نعم. بالفكرة وتيسر لهم وتسهل لهم كل الامور
وهن يعني يجوا يجيبوا أعمالهم الأوريجينال. طبعا هاي يعني شغلة مو سهلة. في عنا هلأ كمان سفيرتنا من الجزائر، بوجه لها تحية، أمينة حسين وعزاز حسين كمان سفراءنا بالجزائر، كمان عم بيشكلوا وفد وعم بيشكلوا فريق وحابين كمان إن شاء الله بالصيف. يعني هؤلاء يطلقون عليهم لقب سفراء اللي هم أعضاء في التجمع؟ هلأ نحن التجمع بيكون مثلا فيه الأعضاء هن الفنانين اللي مشاركين. نعم. السفير هو مثلا أو السفير أو المنسق هو صلة الوصل احيانا بين البلد والاداره تبع التجمع. يعني هلا مثلا هن بيمثلوا الجزائر، انا بالنسبه يعني هل لي ممكن أمينة ان يتبنى وحسين نشاطا فنيا؟ نعم. باسم التجمع في بلده؟ نعم اكيد. نعم اكيد طبعا. فنحن من كل بلد عنا سفير او اثنين او ثلاثه، هدول بيمثلوا البلد اللي هن بنتموا له. وطبعا عنا من كل الدول اللي مشاركه معنا عنا سفراء. تحدثنا في لقائنا السابق قبل عامين تقريبا. نعم. عن أعمالك الفنية، وكانت طبعا اللوحة الزاهية الألوان تحدثنا كانت لمدينة تركية. نعم. مدينة ماردين، ومشغولات يدوية ولوحات جدارية أيضا. نعم. الآن بدي أن أتحدث عن ما هو جديد سجا. جديد سجا اللوحات اللي حضرتكم شايفينهم معروضين هن. نعم. الإبرو. أنا طبعا من 10 سنين وأكثر عندي فكرة عن الإبرو والخط العربي. نعم. لكن ما كنت مفعلته بصراحة، ما كنت عم بشتغل فيه، فرجعت يعني بصياغة جديدة بدراسة تركية. نعم. وطبعا أخذت شهادة رسمية أنه أنا مؤهلة لتدريس مادة الإبرو من مركز ثقافي تركي، وهدول أعمالي الأخيرات، يعني هدول اللي هن اشتغلتهم بالإبرو. طيب بدي أن نسلط الضوء على أو نشرح للجمهورنا ما هي مادة الإبرو. مادة الإبرو هلأ هو أول شيء الإبرو بتركيا الرسم. نعم. على الماء اشتهرت. نعم. فيه طبعا تركيا. نحن منجيب مواد مثل الصمغ البودرة، وفي مواد. نعم. يعني مواد معينة منخلطهم على الخلاط ومنجهزهم، يعني ما ممكن تشتغل فيهم بسرعة. هو شوي له يعني خصوصية وله. نعم. أموره وأوضاعه، يعني إذا ما كان عندك كل الأمور مرتبة وغرفة خاصة بالإبرو صعب. نعم. يعني غير القلم أو الريشة أو الرسم ممكن بأي مكان الشخص يرسم، لكن هون له خصوصية شوي وله تعب بالتحضير. يعني فنحن منجهز طبعا كل العيارات خاصة ومنجهزها بالماء. نعم. منحط ماء فاتر وماء بارد بعدين ومنخلط، وبعد ما بنخلطهم بنعيفهم شوي يعني حتى يتجهزوا. من زمان كنا سابقا نعيفه 24 ساعة. فهلأ شفت المواد تغيرت والأمور كلها تغيرت، فمنعيفه يعني تقريبا ساعة ومنبلش شغل فيه، بنرسم عليه. وطبعا هو له مواد يعني معينة للرسم، وله حتى عدة، يعني حتى الريش اللي بنستخدمهم اللي بنبخفيهم اللون هدول بيكونوا من زي الحصان. نعم. يعني هو هذا هاي المادة يعني فيها شيء من الروح. نعم. يعني كيف بدي اشرح لك، حتى الصمغ اللي نحن اثناء انا ما اشتغلت هدول الاعمال، يعني هذا كله الورق طبعا كله يعني لزقناه فوق الآية وبيجي. نعم. عدة طبقات، فنحن ما بنستخدم لاصق، يعني هو مثل فيه شيء من الروح انه كله مواد طبيعية. فانه مثلا يعني هذه المادة والخلطة تصير الوان لا. نعم. الأول الشيء أنت المي بتجهز المي. نعم. وبيكون عندك الحوض، هو حوض استلس، وبتكون أنت المي بتحطها في هذا الحوض. نعم. بتكون مجهز الألوان، الألوان هن ألوان عادية يعني خاصة بالإبرو. نعم. فنحن منحطهم لهم مقادير ومنعيرهم. يعني الألوان التي تستخدم للرسم الألوان العادية؟ لا، هدول. نعم. ألوان خاصة بالإبرو. هلأ هن في بعض الناس بيستخدمون للرسم على القماش. هذه في تركيا فقط يستخدم هذا اللون من الرسم؟ لا، منتشر بكل العالم. نعم. هذا الفن. فهي الألوان نحن منعيرهم في يعني مادة اسمها هي بتجي من البقر، يعني. نعم. هاي المادة يعني حاولوا بكل علماء العالم انه يطالعوا ويستخرجوا مادة مثلها فما لقوا، هي هيك عبارة عن مثل. نعم. اطراد. نعم. فنحن يعني المعلمية بالإبرو انك وقت اللي بتجهز المي بتعيرها بهاي النقط. طيب. واللون نفس الشيء. الخط كيف؟
هلا هون انا بالنسبه للخط نحن هاي يعني قالب. نعم. انا بالنسبه للخط عندي يعني طبعا درست انا الخط العربي بمركز فتحي محمد، لكن هون نحن بما انه المجال ابرو بس خلص يعني كله ابرو، فهو عباره عن قالب. نعم. ونحن بنشتغل عليه هاي الابرو. نعم. فقط هذه الأعمال الآن اللي هي؟ نعم هدول اللي طبعاً في كتير يعني. نعم. ورود ونحن منهم قدمنا، ما بعرف إذا كنتم متابعينا، قدمنا منهم هدايا فاتح توني الباش، كان فاتح توني. نعم. رئيس حزب العدالة والتنمية ببهجي لإفلار، للدكتور هاكان، اللي كانوا المسؤولين اللي حضروا كلهم أنا قدمت لهم من أعمالي الإبرو، عملت لهم برواز حلو وكلهم قدمنا لهم إياها هدية. فكتير كانوا مبسوطين بالموضوع يعني، لأنه هن كتير بحبوا الإبرو. جميل. أنا حسب معلوماتي أيضا تحدثنا سابقا عن يعني المركز لتعليم أساسيات الرسم المنظور لتنظيم دورات المبتدئين. نعم. ما أخبار هذا المركز؟ الحمد لله مستمر ببورصة. نعم. بولاية بورصة عنا طلاب وإن شاء الله عم نجهزهم لهدول. طبعا عنا فئات معينة. نعم. في عنا مبتدئين، في عنا مثلا ناس دارسين شوي مشتغلين على حالهم، عنا من اختصاصات العمارة كمان بيجوا بيعملوا عنا دورات للتأهيل. فشوي شوي عم نشتغل عليهم وإن شاء الله رح نعمل لهم معرض حلو كمان لمنتجات طلابنا ببورصة بإذن الله. نعم. يعني هل هناك مثلا اكتشفتم يعني اللي يريد أن يدخل لهذا المركز هل يخضع لاختبار مثلا أنه يمتلك طبعاً. موهبة؟ طبعا. نعم. هلأ هو نحن ما مشكلتنا يمتلك موهبة أو لا. نعم. أنت مثلا في ناس بتحب تخوض هذا المجال وتتعلمه بس ما بيكون عنده موهبة. نعم. فنحن بنعمل لهم سبر معلومات حتى نفرزهم مثلا يعني، لأنه كل شخص لحال يعني. نعم. ما بتقدر تحطهم كلهم تحت إشراف محاضر واحد. مهم. فهو هي بيطرقوا لسبر معلومات ومنشوف المستويات، حتى اللي ما عنده موهبة ممكن بالتعليم وتعليم أساسيات الرسم يبدع يعني، مو بس طبعا اللي خلقت معه جواته. نعم. الموهبة. مهم. هذا طبعا بيطلع مبدع يعني، هلأ في فنان في مبدع في يعني مستويات مختلفة طبعا. شكرا لك يا الفنانة السورية التشكيلية سجى جعنا على هذا الحوار الممتع. شكرا لك. شكرا لكم واسمحوا لي هيك بس أقدم تحية لسفرائي ولأعضاء لون الورد، بقول لهم أنه أنتم شركاء النجاح وإن شاء الله مستمرين معكم، وكل اللي وثقوا فيني إن شاء الله أنا بكون قد المسؤولية وقد الثقة. وشكرا كثير لكم. شكرا لك. شكرا لك. أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. استودعكم الله والسلام عليكم.